القانون الدستوري. أستاذ مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. مرحبا وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. معايا في البلاتو المحلل السياسي الأستاذ فتحي صقيرة. مرحبا بك أستاذ الكريم، احتراماتي. مرحبا بضيوفك ومرحبا بضيفك. شكرا لك أستاذ خالد الدبابي، شكرا لك على قبول الدعوة، ونظرا لضيق الوقت لأنه عندك التزامات نحاول ناخذ منك فكرة مباشرة ونتوجه بسؤال مباشرة. عودة البرلمان وانطلاق الجلسات اليوم، هل ينهي العمل بالتدابير الاستثنائية والأمر 117؟ هو في الحقيقة الجواب نعم على السؤال نتاعك، لانه الحاله الاستثنائيه هو تم انهاء العمل بها جزئيا منذ دخول الدستور، حيث نفاذ في 17 اوت 2022 بعد المصادقه عليه بالاستفتاء نهار 25 جويليا، لكن بقي الامر 117 جزئيا نافذا فيما يخص اعطاء رئيس الجمهوريه سلطه اتخاذ مراسيم وممارسه السلطه التشريعيه والوظيفه التشريعيه عن طريق مراسيم في غياب مجلس تشريعي وفي غياب برلمان. طبعا احنا عندنا برلمان بدا اليوم في اعماله بصفه رسميه، وبالتالي الامر 117 وامكانيه التشريع عن طريق مراسيم اصبحت غير مطروحه وغير موجوده، وسيترك المجال للبرلمان حتى يمارس وظيفته التشريعيه مثل ما ينص على ذلك دستور 2022. واضح، يعني توا الرئيس ما عادتش عنده الاريه نتاع اصدار مراسيم او اوامر. ماذا لو وصل الرئيس؟ اوامر اي، لانه الاوامر هي نصوص اداريه في الحقيقه تدخل في اطار ما يسمى في القانون السلطه الترتيبيه العام. انا اتحدث عن المراسيم، لانه المراسيم هي كانت تمكن من رئيس الجمهوريه في التدخل في مجال السلطه التشريعيه، لانه ثم مجال السلطه التشريعيه ومجال القانون العادي والقانون الاساسي اللي هو راجع بالنظر للبرلمان، ومجال السلطه الترتيبيه العامه اللي هي وظيفه اداريه بالاساس. المرسوم كان يمكن رئيس الجمهوريه من التدخل في التشريعات، توا الحدود تعود عاديه بعد دخول البرلمان وشروعه في اعماله بصفه رسميه. واضح، ماذا لو واصل الرئيس اصدار مراسيم استاذ خالد؟ الجواب بسيط وحتمي وقطعي، ان كل هذه المراسيم ان تم اصدارها ستكون منافيه للدستور، ستكون خارقه للدستور، ستكون معيبه بعيب الاختصاص لانه الدستوري، لانه الاختصاص التشريعي يعود فقط الى السلطه التشريعيه. رئيس الجمهوريه بامكانه فقط التقدم بمشاريع قوانين، لكن هذه المبادرات التشريعيه الرئاسيه حتى تكون قوانين نافذه تمر بالتصويت الذي يقوم به مجلس نواب الشعب. طيب، معناها كل المراسيم اللي اصدرها رئيس الجمهوريه في الفتره السابقه من 25 جويليه 2021 الى حدود يعني اليوم، كلها ستعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقه. مستعرض على المصادقه، انا مانيش مع التمشي هذا. كيفاش؟ لانه يعني نحكي على العرض الوجوبي، ليس هناك ما عنده اجباريه للعرض. علاش؟ لانه هذه المراسيم ان اتخذت بعدها فقد اتخذت في الحاله الاستثنائيه، بقطع النظر عن ان هذه المراسيم معناتها احترمت الحاله الاستثنائيه او تجاوزت الحاله الاستثنائيه، ماهوش موضوعي هذا. انا نحكي لك شكليا واجرائيا، لان يعني المراسيم في الحاله الاستثنائيه ليس هناك عرض وجوبي مثل المراسيم العاديه، لانه ثم مراسيم عاديه وثم مراسيم في الحاله الاستثنائيه. المراسيم العاديه التي يمكن ان تاخذ اثناء العطله البرلمانيه او اثر تفويض من البرلمان أو بعد حل مجلس النواب ريثما يتم إجراء انتخابات تشريعية سابقة اليومين، هي التي يوجد إجراء عرضها وجوبيا على المصادقة أمام المجلس التشريعي. أما في الحالة الاستثنائية والنظام تاع الحالة الاستثنائية، المراسيم ليست في حاجة إلى عرض وجوبي. تطفوا شنو ينجم يعمل المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي من حقه أن يراجع هذه النصوص التي اتخذت في شكل مراسيم عن طريق قوانين إما عادية أو أساسية بالأساس، لأنه تقريبا المراسيم كلها اللي معناتها دخلت في اللعبة السياسية، القانون الانتخابي، مسألة البلديات وغيره، تتخذ شكل قانون أساسي حسب الدستور. يعني للتلخيص والتوضيح، إذا لم يكن هناك عرض وجوبي في المراسيم، لأن المراسيم حالة استثنائية اتخذت في حالة استثنائية، لكن في المقابل لا شيء يمنع مجلس نواب الشعب من إعادة النظر في هذه النصوص، تعديلها، التنقيح فيها، إعادة الرؤية فيها، لأنه هذه النصوص
تعود في صلب اختصاصاته، وهو تخلى عن اختصاصاته وقتيا وظرفيا نظرا لعدم وجوده ونظرا لوجود الحالة الاستثنائية. واضح. سي فتحي تفضل. شكرا. مرحبا مجددا استاذي الكريم سي خالد. سي خالد انا معاك، معناها في عدم توفر وجوبيه عرض المراسيم معناها اللي سابقه للانتصاب المجلس، معناها حتى منطقيا مش مقبوله، امور خذت مجراها معناها في سياق معين، في سياق بين ظفرين نحب نقول، ربما يكتسي صبغه ثوريه ثوري وجاب مسار جديد وجاب معناها توجهات جديده وخيارات جديده وقطع كليا مع الفتره السابقه وكل شيء باش نرجع لا سبيل اليه حسب اعتقاد، ونمشي معاك في نفس الراي. معناها بقينا يكفي كونه معناها انتصاب المجلس، ما اقول لك مش يقطع معناها تدابير الامر 117، معناها صفحه جديده مش تتحل، ومن هنا فصاعدا معش ثم مراسيم ما عدا في حالات استثنائيه مثلا في العطله، معناها العطله نتاع المجلس ولا هذا، على ان يقع عرضك المراسيم مجددا. المساله اللي نحب نسالك فيها واحنا فهمنا الموضوع هذا فهما جيدا وشكرا جزيلا، مساله هذيك كالسيف اللي بيقعد كاين وباش يقعد مسلط على رقبه النائب، معناها باش يولي يتحرى باش يولي نوعا ما خايف كونه معناها تسحب منه الوكاله في صوره ما اذا معناها يعمل اي خلل، مش حتى معناها يخرج من الكتله وباش يمشي الكتله وكالسياحه البرلمانيه وهلما جرى. رايك في هذه المساله بالذات استاذ؟ والله هذه المساله انا عبرت على رايي فيها في العديد المرات وحتى قبل معناتها دخول الدستور حيز النفاذ، لانه كما تعرف انت هذه التقنيه ماهيش موجوده في القانون الانتخابي فقط، بل هي تقنيه موجوده في الدستور بنفسه. هذه المساله الحقيقه انا كنت ضدها، لانه ارى ان كما قلت انت كما قلت سيادتك ان هذه التقنيه حتى وان كان معناتها الاهداف التي سوقت من اجلها تنجم تكون اهداف نبيله، ونفترض نحن معناتها حسن النيه من قبل معناتها السلطه التي اقترحتها، لكن لا شيء يمنع من تحويلها الى اداه سياسيه لتصفيه حسابات سياسيه ولتصفيه الخصومات السياسيه، خاصه انه الاسباب التي من اجلها يمكن سحب الوكاله وردت بطريقه فصاله في القانون الانتخابي، وبالتالي معناتها تحمل العديد من المعاني الممكنه، وبالتالي يمكن استغلالها وتطويعها بطريقه سياسيه، وهذا اللي اختاره، وهذا من شانه انه يضاعف اكثر السلطه التشريعيه، لانه في الحقيقه لازم ما ننساوش ان السلطه التشريعيه هي في حد ذاتها راهي سلطه ضعيفه من حيث الصلاحيات، صحيح هي تو بتسترجع معناتها الصلاحيه التشريعيه وعندها صلاحيه المصادقه على الميزانيه، لكن تقريبا هذوما هما الصلاحيتين فقط اللي عند السلطه التشريعيه، ما عادش عندها صلاحيات رقابيه، ما عادش عندها امكانيه مساءله رئيس الجمهوريه كما كان موجود قبل في الفصل 88 في دستور 2014 من اجل خرق الجسيم للدستور، بالتالي هذه الصلاحيات المحدوده نسبيا اذا زدنا عليها زاد هشاشه المشهد النيابي الداخلي اللي هو ماهوش مشهد معقل ولتوا مازلنا معناتها ما نعرفوش هل هناك ستكون قتل منضبطه واضحه من عدمها الى غير ذلك، نزيدوا عليها معناتها نحن مساله سحب الوكاله، هذا يخلي النائب معناتها يخاف ويقرر معناتها يخمم برشا مرات قبل ما ياخذ اي قرار ينجم معناتها من اجله تسحب منه الوكاله. كما قلت انت نحن لا نتحدث عن المسائل المجرمه في الدستور والممنوعه في الدستور مثل السياحه الحزبيه وغيره، نحن مع هذه التنصيصات والمقتضيات واستحسناها، لكن معناتها اتحدث عن العمل النيابي اليومي لانه يمكن ان يؤول بطريقه او باخرى، وتخلينا ناخذ كلمة أخيرة سي خالد وبارك الله فيك، بارك الله فيك وربي فضلك، بما أنك معناها من أهل الاختصاص باختصار شديد، هل سيتم قريبا بعد تركيز انتصاب المجلس معناها التفكير جديا في إحداث المحكمة الدستورية؟ هو في الحقيقة أنا عندي إشكال سي قبل إحداث المحكمة الدستورية من بعد، لأنه المجلس النواب الشعب سيكون الآن وهذا حسب المرسوم لجنه لتنكب على صياغه النظام الداخلي. رغم النظام الداخلي ليس بالنص الهين، وفي الديمقراطيات الحقيقيه وفي دول القانون الحقيقيه يتم عرض هذا النظام الداخلي على الرقابه نتاع المحكمه الدستوريه لتثبت من مدى تلاؤمه وتطابقه مع الدستور، وخاصه انه نحن رانا عانينا من هذه الثغره، لانه في النظام الداخلي للمجلس النواب السابق نتاع 2014 هناك ما عندها فصل احدث حتى اشكال بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، مساله ضروره الرجوع مره اخرى الى مجلس النواب الشعب
بعد التحوير الوزاري اللي هو هذا الاجراء هو اجراء غير دستوري. وبالتالي قبل الحديث حتى مستقبلا عن المحكمه الدستوريه، هل ان هذا النظام الداخلي سيكون معناتها متطابق مع الدستور ام لا؟ وما نجموش نعرفوا، على الاقل ثم ريسك انه يكون غير متطابق مع الدستور في غياب محكمه دستوريه، هذا اولا. ثانيا بطبيعه الحال يجب تركيز المحكمه الدستوريه، ويجب اولا وضع القانون الاساسي للمحكمه الدستوريه الذي يضبط معناتها التركيبه الداخليه وطريقه العمل الداخليه للمحكمه الدستوريه، ويجب التسريع في تركيزها فعليا، خاصه انه معناتها الاجراء نتاع التركيز اجراء بسيط موجود في الدستور تقريبا، القضاة يعينون بصفتهم، ليس هناك انتخاب وغيره، خاصة أنه لا وجود لدستور يتمتع بعلوية في غياب محكمة دستورية حقيقية. نترقب ونرجو أن يتم تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الأجل. واضح. سي خالد، نختم معك بسؤال على الدستور الجديد، دستور 2022، ورئيس الجمهورية لم يؤدي القسم على هذا الدستور، هل يطرح هذا إشكال دستوري، وهل يجبرنا إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية أو لا؟ هو في الحقيقة هو هذا الإشكال مطروح منذ الأحكام الانتقالية والختامية في دستور 2022، لأنه الأحكام الختامية قالت أنه سيتم إجراء انتخابات تشريعية، لكن لم تتحدث عن الانتخابات الرئاسية، لأنه نذكر أنه رئيس الجمهورية الحالي ما زال يكمل في العهد الانتخابية نتاعه الرئاسية اللي بداها بمقتضى دستور 2014 اللي بدات 2019-2020. وبالتالي امر عادي اذا حاولنا نتناسقوا مع هذه الفكره انه لم يؤدي القسم معناتها على هذا الدستور، لانه معناتها هو فهمنا انه العهده هو خارج معناتها اللعبه السياسيه واعاده اللعبه السياسيه من جديد، البرلمان فقط معني بهذه المساله، هو معناتها قاعد يكمل في العهده النيابيه الرئاسيه نتاعو عفوا اللي بدات 2019، وهذا راهو امر غير سليم من وجهه نظر الدستوريه، لانه راهو كيبدا عندنا دستور المؤسسات عليها أن تنبثق على نفس الدستور، ولا يمكن أن تكون هيئة مهما كانت قبل الدستور تتمتع بعلوية معناتها حتى زمنية على هذا الدستور. وبالتالي معناتها كان من الأجدر في الأحكام الختامية أن يتم إجراء انتخابات رئاسية أيضا مثل ما تم إجراء انتخابات تشريعية، وهذا لو ديكالاج أونتخ لي دو موندا ولا لي دو لوجيك كونستيتيسيونيل تاع البرلمان ورئيس الجمهورية يقلق برشا الحقيقة. وضح سيد خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، ومدنا بكل هذه التفاصيل في قراءة دستورية قانونية لعمل المجلس اليوم والأمر 117 ومدى دستورية هذه الإجراءات، خاصة في علاقة بالمراسيم اللي أظهرها رئيس الجمهورية طوال الفترة الماضية وفي فترة القادمة. العمل البرلماني والتشريعي بيكون من صلاحيات العمل البرلماني.